بالنسبة لتعليق الآيات، يعني أقل ما يقال فيه أنه لا ينبغي تعليق الآيات، لا ينبغي تعليقها، ولكن إن علق الإنسان الآيات تكون في مكان محترم، يعني لا توضع مثلا الآية مثلا في مجلس يشغل فيه التلفزيون مثلا، تظهر في صور النساء أو غير ذلك من الأمور، أو مجالس تكثر فيها الغيبة أو اللعب أو ما شابه ذلك من الأمور، هكأنه امتهان لكتاب الله تبارك وتعالى، غير أن كتاب الله ما نزل لهذا الأمر ليعلق، وإنما نزل ليقرأ ويعمل به ويكون يعني منهج حياة وغير ذلك. أما إذا كان تعليق لدفع العين وهذا، هذا من البدع. وأما إذا كان يعني للتجمل وكذا، لإن شكرتم لأزيدنكم، كما قلنا إذا كان في مكان محترم وكذا إن شاء الله ما في بأس، وتركها أولى. خاصة على السيارة أنا لا أنصح أبدا تعليق الآيات على السيارات ووضع اسم الله تبارك وتعالى. أحيانا تأتي الحمامة، تأتي الطفل يصعد فوق السيارة ولا كذا يدوس على اسم الله تبارك وتعالى وغير ذلك من الأمور، أحيانا تنشال جامة تنقط عليها اسم الله. أنا أتصور أن هذا فيه امتهان لأسماء الله تبارك وتعالى، ولا ينبغي أن يكون أبدا. الله المستعان.